هذا القرآن نور والضحى يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور والضحى جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج حادي الركب والحلقة 15 بإذن الله تعالى. ورد اليوم إن شاء الله من الآية 101 إلى الآية 105. معنا اليوم بإذن الله تعالى مع ورد القرآن معنا حكم تجويدي، وهو استكمال الاستعاذة بإذن الله تعالى و أوجه الاستعاذة عند البدء بالسورة. نبدأ بسماع الورد بإذن الله تعالى، وبعد سماع الورد نتكلم عن الأخطاء الشائعة في الآيات اللي بيقع فيها بعض إخواننا وأخواتنا حال قراءة الورد، وهنتكلم عن وقف الابتداء والمتشابه في الآيات مما سبق من ورد في سورة البقرة، وبعد كده هنتكلم عن الاستعاذة، نكمل الاستعاذة بإذن الله تعالى في هذه الحلقة، وبعد كده نتلقى اتصالات حضراتكم على الأرقام اللي هتظهر تباعا على الشاشة أمام حضراتكم، ولو في وقت إن شاء الله بنرد على أسئلة حضراتكم على الصفحة الخاصة بالبرنامج وهي بعنوان حادي الركب باللغة العربية. نسمع لتلاوة الورد بصوت الشيخ الحبيب محمود خليل الحصري عليه رحمة الله، وأعود لحضراتكم لاستكمال الحلقة. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا
واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعت أنا وحضراتكم لتلاوة الورد بصوت الشيخ محمود خليل الحصري. ندخل بقى على التعليق على الأخطاء الشائعة والتعليق على الوقف الفداء والتعليق على المتشابه من الآيات. صلوا على النبي. أنتم مش بتصلوا على النبي كمان؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نبدأ من الآية 101 وهي من قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق. هي الآية عموما ما فيهاش وقف إلا على رأس الآية. طيب أقف فين؟ زي ما أنا وقفت كده وأبدأ: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كده أنا قسمت الآية إلى إيه؟ إلى مقطعين وضبطت الدنيا بأن أنا وصلت. هو المنهي عنه أن أنا أقف وأبدأ بعد الوقف على طول طالما ما عنديش وقف، بمعنى أن أنا لو قرأتها هكذا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. وكمل الآية، هذا منهي عنه طالما إيه؟ طالما أن هناك اتصال في المعنى لفظا ومعنى من ناحية اللغة ومن ناحية المعنى. طيب أنا نفسي قصير ومش هعرف اجيب الايه كامله، اقف ثم اعود واتي ببدء صحيح، تمام؟ زي ما انا عملت كده مع حضراتكم باذن الله تعالى. طيب يبقى ده الايه؟ ده الوقف في الايه. يبقى الايه الوقف على كانهم لا يعلمون وقف كاف. وقف كاف؟ ليه؟ لان في تعلق في مع الايه التي تليها باذن الله تعالى. طيب في متشابه في الايات في الايه ديت؟ في متشابه. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا، دي في الربع اللي فات في ربع فتطمعون. هنا ولما جاءهم رسول من عند الله، يبقى هناك ولما جاءهم كتاب وهنا ولما جاءهم رسول. طيب جميل. طب الاخطاء الشائعه، اكثر خطا في الايه دي بيقع فيه الكثير من الناس أو ممن يقرؤون القرآن هي مصدق لما. مصد ليه يا عم الشيخ؟ أنا عندي أي حرف مشدد في القرآن الكريم، أي مشدد هو عبارة عن إيه؟ عن حرفين في النطق، بنطق الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. طيب الاتنين زي بعض؟ زي بعض طالما في شدة. طيب الخطأ فين؟ الخطأ ان انا ابدل الدال الاولى بضاد، اقول ايه؟ مصاب دي، ما تنفعش. ليه؟ لان انا كده ايه؟ ابدلت الدال بضاد. يعني معنى كده ان انا وقعت، فاكرين الدرس اللي احنا تكلمنا فيه بفضل الله تعالى عن اللحن، وقلنا بان ابدال الحرف بحرف لحن جلي جلي ومتفق على حرمة القراءة بهذا اللحن. طبعا احنا لما نقول حرمة القراءة نقصد بها التعمد، لا نقصد بها الخطأ. يعني انا قرات ووقعت في خطا وانا اقرا مش عارف اجيب الحرف ده،
احاول واجتهد واتعلم واخد اجرين اثنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره، والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وعليه شاق. التعتع هنا المقصود بها هي المشقه في التعلم. طيب، يبقى انا عندي هنا ابدال الحرف بحرف، ده لحن، وباتفاق العلماء يحرم القراءه به. طب اصلح الخطا ده ازاي؟ محتاج ان انا افصل اطباق الصاد. اطباق ايه يا شيخ؟ هنتكلم فيه بعد كده باذن الله تعالى لما نوصل للصفات. الصاد فيها اطباق، يعني فيها طاقه تفخيميه اضافيه، يعني هي مفخمه لكن الاطباق ده بيكسبها طاقه تفخيميه اضافيه. طيب والدال في ليها شبيه، فاكرين لما جبنا الحروف اللي ليها شبه من الحروف المفخمه قلنا الصاد شبهها ايه؟ السين، والضاد شبهها ايه؟ الدال اللي احنا فيها دلوقتي، وعند قلنا القاف شبهها الكاف، وقلنا الظاء شبهها ايه؟ الذال، والطاء شبهها ايه؟ التاء. هنا بقى بجيب ضاد، ليه؟ لان انا بخلي الاطباق ماشي معايا من الصاد والضاد والصاد. ابن الجزري يقول: وصاد وضاد طاء ظاء مطبقه، يعني حروف الاربعه دول حروف مطبقه، يعني فيها تفخيم زائد. يبقى محتاج اعمل ايه؟ افصل. افصل بايه؟ قلنا ابتسامه بسيطه جدا بدون مبالغه. مصاد دي ما اقولش مصاد دي ضاد، وانتقل للدال اللي ايه؟ للدال المرققه. يبقى انا اللي يسمع معايا، اللي بيسمع قراءتي بيسمع خروج من الدال، لكن انا لازم ابدا بالدال الساكنه اللي هي اول مشدد بالترقيق. يبقى ايه؟ مصدي مصدق لما. خلاص كده اتفقنا. ده اكثر خطا منتشر في الايه، بيقع فيه الكثير من اخواننا واخواتنا حال تلاوه هذا الورد. طيب ندخل على الايه اللي بعديها، والايه اللي بعديها من الايات الطويله. طبعا هي اطول ايه في القرآن كله، اللي واخدة صفحة كاملة هي آية الدين، تمام؟ لكن دي الآيات برضو الطويلة اللي هي واخدة أكثر من نصف الصفحة. طيب، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هل الوقف على سليمان؟ كافي. العلماء قالوا أن الوقف هنا كافي. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بعض العلماء قال وما كفر سليمان ونقف، وبعض العلماء قال انه تام، وبعضهم قال انه كافي. بس انا عندي ولكن الشياطين ده جواب، ما ينفعش ان انا ايه؟ افصله. ولو هنا مش استئنافيه، ده جواب للايه؟ جواب للكلام. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فهنا الوقف عليها يعني فيه خلاف بين العلماء. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. خدوا بالكم كلمه السحر في القران اذا وقفت عليها في القران كله ترقق الراء. كتير مننا يقف السحر، ايه يا عم الشيخ ليه؟ طب نشوف القاعده. القاعده بتقول ان الراء الساكنه الموقوف عليها سكون عارضا لاجل الوقف اذا سبقت بساكن ليس بياء وقبل هذا الساكن كسر ترقق. موجود هنا السين مشدده بالكسر والحاء ساكنه وليس بياء، ولو ياء كمان هترقق. لكن انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على ان الراء هنا ساكنه للوقف وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر، مش مهم ياء بقى وغير ياء. خلاص؟ يبقى ايه؟ السحر السحر، لكن ما اقولش السحر. قال بعض العلماء ان هذا الوقف كاف على ان الواو هنا استئنافيه، تمام؟ وعلى ان ما هنا، خدوا بالكم من دي كويس قوي، وعلى ان ما هنا نافيه. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، على إنها إيه؟ نافية، تمام؟ طيب لو هي موصولة بمعنى الذي، يبقى لابد من الوصل، اتفقنا؟ يبقى إذا قلنا بأنها نافية يبقى ينفع أبدأ بيها. طب إذا قلنا بأنها موصولة بمعنى الذي، يعني إيه موصولة بمعنى الذي؟ يعني أشيل ما وأحط الذي وأشوف الأمر يستقيم ولا لا، القراءة المعنى يستقيم ولا لا. يبقى ايه؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي انزل على الملكين. خلاص كده؟ يبقى لو هي بمعنى الذي اسم موصول يبقى لازم تصل، هي اداه ربط، تصل ما قبلها بما بعدها، تمام؟ يعني اذا قراناها على انها نافيه يبقى على كلمه السحر الوقف ايه؟ كاف. طب اذا يعني قلنا بانها موصوله بمعنى الذي يبقى ما ينفعش ان انا اصلها بما ابدا بها وابدا وما انزل على الملكين، يبقى اصلها بما قبلها.
تمام كده؟ يبقى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، على كلمة ماروت وقف كاف. طيب، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، على تكفر وقف كاف. فيتعلمون منهما ما يفرقون، وده خطأ برضو منتشر جدا، دي كلمة من الكلمات. احنا هنقف على بس إشارات، لأن احنا لو معانا وقت في الحلقة هنتكلم عن تفصيلات في الايه، في الأخطاء الشائعة، لكن احنا بنشير لبعض الايه، الأخطاء الشائعة. ما يفري، مش يفري، برضو نفس القصة بتاعت ايه، مصدي، يفري، الراء مشددة بايه، بالكسر. والله يبقى ايه، يبقى الرأي الاثنين هياخدوا حكم واحد تفخيما وترقيقا. يعني ما يفري، فيتعلمون منهما ما يفري، ما يقولش يفر ري. هتقول لي يا شيخ ما احنا لو قلنا دي راء ساكنة وبعد كده راء متحركة، لان المشدد بينقسم الى ساكن ومتحرك، يعني اي حرف شد اوله ساكن والثاني متحرك. طب الراء الساكنة تمام وقبلها فتح بتفخم، ده في غير المشددة، لكن طالما شددت يبقى ايه، الرأي الاثنين، الرأي الساكنة والمتحركة بياخدوا حكم الحركة، حركة الشدة. طب لو التشديد بالفتح يبقى تفخيم، التشديد بالضم يبقى تفخيم، التشديد بالكسر يبقى ترقيق للرأي الاثنين. خلاص كده اتفقنا. يبقى ايه، يعني كما قال احد مشايخنا، الراء الاولى تتبع الثانية تفخيما وترقيقا. يبقى اقول ايه، وما يفري، ما يفرقون، يفري تمام، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، على كلمة زوجي وقف حسن، على كلمة زوجي وقف حسن. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، على اسم الجلالة وقف حسن أيضا. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقف حسن. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقف حسن أيضا. بس خد بالك بقى، خلاق، خلص اللام من الايه، من الخاء والقاف، لانها هتتفخم بسبب ايه، بسبب انها وقعت بين ايه، تخيل واحد ضعيف جدا جدا وقع بين ايه، بين اتنين شداد قواي، اتنين بيلعبوا كمال اجسام بيشيلوا حديد، وهو يا عيني يعني تعبان خالص، تخيلوا هيتفرم. فناخد بالنا ليه، نخلص الحرف بالراحه خالص. يبقى نقول ايه، خلا خلا خلاق، والالف تبع تتبع الايه، اللام في الترقيق، ما قلتش خلاق ما تنفعش خالص، هي ايه، خلاق تمام. وطبعا القلقله في القاف، لان القاف الموقوف عليها او الحرف المقلقل الموقوف عليه وهو مخفف ليس مشدد، والقاف هنا مش مشدده، بقف عليه ايه، بقوه اقل من المشدد، ده بيسمى المرتبة الثانية من مراتب القلقلة. المشدد الموقوف عليه من المقلقل زي وتب الحق، دي بتبقى قوية. طيب اللي يجي بعدها على طول الساكن الموقوف عليه وليس مشدد المخفف، يعني زي ايه، زي الفلق وزي خلق خلاق، تمام كده تمام. يبقى على كلمة خلاق الوقف ايه، حسن بإذن الله تعالى. ولبئس ما شروا به أنفسهم، بعضهم قال هنا وقف وبعضهم قال لا وقف، في خلاف دائر في هذه، في على هذه الكلمه، والاولى الوصل. ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. كده الايه الايه، الايه 102 خلصت معايا. ندخل على الايه 103، ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. طبعا لو كانوا يعلمون الاولى الوقف عليها من قبيل حسن، ليه؟ لان في تعلق في الايه اللي بعديها لفظا ومعنى، يعني لغه ومعنى تمام. يبقى ولو ان، يبقى لو كانوا يعلمون الاولى حسن، طب لو كانوا يعلمون الثانيه وقف تام. طب والوسط، الوصل أولى في الآية الثانية، في الآية الثانية، لو ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لكن نفسك قصير وعايز تقف على خير. هناك خلاف بين العلماء على الوقف على كلمة خير، وإذا وقفت عليها تقول خير، ما تقولش خير. إيه يا عم الشيخ،
ده احنا بنقف كده خير. ما تقفلش شفتين، خلي هيئه الياء هي هيئه الراء. ليه؟ لان الياء هنا هتخلي الراء مرققه عند الوقف. اقول ايه؟ خير. سهله والله سهله، بس ما تفتحش بقى كده تورينا الاسنان ويعني ما ينفعش خالص انك تبالغ قوي يعني، ما تقولش ايه خير، ما تنفعش. هي خير نفس الهيئه بتقف عليها بالراء الايه؟ بالراء المرققه. طيب واذا وصلت طبعا هتقول خير لو كانوا يعلمون، يبقى الراء هنا تفخم اصلا باذن الله تعالى. طب نخش ندخل على الايه اللي بعد كده وهي الايه 104. اول نداء للمؤمنين في القران هو اللي معانا ده، يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. واسمعوا الوقف عليها فيه خلاف، منهم من قال انه حسن ومنهم من قال انه لازم يلزم الوقف، لان ايه؟ لا تقولوا وللكافرين عذاب اليم. واخدين بالكم المعنى؟ فانا لو وصلت هنا كاني بقول كان رب العزه يقول لهم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وقولوا وللكافرين عذاب اليم. فمنهم من قال انه وقف لازم تمام لفصل المعنى، ومنهم من قال انه ايه؟ انه حسن. وللكافرين عذاب اليم، على كلمه اليم وقف ايه؟ تام باذن الله تعالى. ندخل على اخر ايه بقى ان شاء الله عشان ندخل على درس اليوم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. على من ربكم وقف كاف، يعني أبدأ بعديه. والله يختص برحمته من يشاء، هو أكفى، يعني الوقف عليه أولى من الأول. والله ذو الفضل العظيم، وقف تام على كلمة العظيم، وقف تام. بس في الآية الأخيرة ديت أنا عايز بس أشير إلى إيه؟ إلى مبالغات بيقع فيها كثير من الناس، اللي هي كفروا. أنا عارف أنتوا اتضايقتوا من الهيئة اللي أنا عملتها، بس إحنا زي ما إحنا مش مع تثبيت الشفتين في القراءة، إحنا برضو ضد المبالغة في الهيئات. ما أقولش كفروا، ليه يا عم الشيخ؟ كفروا، كفى، كفى، كفاك، ما أقولش كفاك، ما تنفعش خالص. كفروا، والراء مفخمة عندي. والحاجة التانية العظيم، ليه؟ سامحوني ان انا بعمل الهيئات ديت، بس والله في ناس بتقرأ كده يقول لك ايه؟ والله ذو الفضل العظيم، دي والله ذو الفضل العظيم، والضاد بقى عندك ساكنة، خد بالك لازم تبان الفضل، الفضل والله، والله ذو الفضل العظيم، الفضل العظيم، الفضل العظيم، من غير ما اعمل اي مجهود. كده انا انتهيت بفضل الله تعالى. ده في عندنا متشابه عدى مني، اللي هو في ايه؟ في يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب اليم في تسجيل الايه ديت جاءت معنا في الربع اللي فات برضه، اللي هي في قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب أليم. يبقى التسجيل ده معانا، كان معانا في الربع اللي فات برضو أيضا إن شاء الله. ده عندنا بس موضوعين متشابه الآيات التي مضت من يعني في حلقات سابقة، موضعين، الموضع في الآية الأولى الآية 101 وفي الآية 104 بفضل الله تعالى. طيب ندخل بقى على الاستعاذة. احنا وصلنا إلى الكلام عن أوجه الاستعاذة. يعني أوجه الاستعاذة؟ بس ينفعش نقول أوجه الاستعاذة بس ونسيبها كده، لأن برضو من الـ يعني الـ الـ الأسئلة اللي بنوقع فيها الطلبة ان نقول له ايه؟ اذكر اوجه الاستعاذه بين السورتين. السؤال ده خطا. او اذكر اوجه البسمله عند البدء من السوره. اللي السؤالين دول خطا. اذكر اوجه الاستعاذه عند البدء من السوره، ده صحيح. اذكر اوجه البسمله بين السورتين، ده صحيح. خلاص؟ طيب ايه هي اوجه الاستعاذه عند البدء من السوره؟ انا هبدا دلوقتي قراءتي وهبدا بسوره من سور القران، بداية سورة يعني. طبعا الكلام ده عدا سورة براءة، يعني من غير سورة براءة اللي هنتكلم عليه ده
سور البراءة ليها ايه؟ ليها يعني اوجه مختلفة. عندنا كم وجه؟ اربع اوجه. الشيخ عثمان سليمان مراد نظم بيتا ذكر فيه الاربع اوجه، فقال: يجوز ان شرعت في القراءات اربع اوجه للاستعاذات. هم الاوجه بقى اللي هم جايين في البيت اللي جاي ده: قطع الجميع ثم وصل الثاني ووصل اول ووصل اثنان. اربعه همت تاني. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يجوز ان شرعت في القراءات اربع اوجه للاستعاذات: قطع الجميع ثم وصل الثاني ووصل اول ووصل اثنان. ترجم يا عم الشيخ بعد ما تصلوا على النبي، اترجم ان شاء الله. الشيخ بيقول لي ان انا عند البدء باي سوره عدا براءه لي اربع اوجه للاستعاذه. قطع الجميع، ايه هم الجميع دول؟ انا عندي ثلاثه: الاستعاذه، البسمله. ايه ده؟ هي لازم اتي بالبسمله عند بدايه السوره؟ اه طبعا، ده باتفاق عند كل القراء، لكن اسقاط البسمله بين السورتين ده موضوع تاني خالص. مثلا حمزه يقول باسقاط البسمله بين السورتين، يصل دون بسمله، وورش له وجه البسمله واسقاط البسمله، لكن عندنا في حفص البسمله لا تسقط بين السورتين، ولا عند البدء باي سوره في القران عدا سوره براءه. براءه دي لانها براءه دي ليها قصه ثانيه هنتكلم فيها في البسمله باذن الله تعالى، لان براءه اللي هي سوره التوبه هتلاقوا ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه السوره. فانا عندي ثلاثه: عندي الاستعاذه، عندي البسمله، عندي اول السوره. طيب نجرب فين؟ او نعمل يعني ناتي بالاوجه ديت عند بدايه اي سوره؟ خلينا في الفاتحه. الوجه الاول الشيخ بيقول ايه؟ قطع الجميع. قطع الجميع يعني قطع الاول عن الثاني وقطع الثاني عن الثالث. اقراها كذا: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واخد نفس، بسم الله الرحمن الرحيم، واخد نفس، الحمد لله رب العالمين. يبقى دول الثلاثة اللي معايا، يبقى قطع الأول عن الثاني وقطع الثاني عن الثالث. طيب الوجه الثاني، طب نصل الجميع بقى، ايه رأيكم؟ وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يبقى ده وصل الجميع، يبقى عندي قطع الجميع وعندي وصل الجميع. قال لي كمان قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. احنا الأول قلنا الاستعاذة، تمام؟ خلينا نبدأ من على اليمين، الاستعاذة، والثاني البسملة، والثالث أول السورة، تمام؟ طب هنبدأ بقى ايه، نقطع الأول ونصل الثاني بالثالث. يبقى نعمل كده، يبقى ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واخد نفس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تمام. طيب الوجه الأخير الرابع، وصل الأول بالثاني وقطع الثاني عن الثالث. هاخد الهيئة ديت، يبقى أصل الاستعاذة بالبسملة وأقطع إيه أول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خلاص، يبقى عندنا قطع الجميع، وصل الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، ووصل الأول بالثاني وقطع الثالث. طب الشيخ بيقول إيه بقى؟ بيقول قطع الجميع ثم وصل الثاني، أي وصل الثاني بالثالث وقطع الأول يعني. قطع الجميع ثم وصل الثاني ووصل أول، يعني وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، ووصل الثاني يعني وصل الجميع. شوفوا البيت واحد قال اللي انا قلته ده كله. خلاص كده؟ طب ليه يا عم الاوجه ديت؟ ما احنا بنقرا زي ما احنا عايزين. اقول لحضرتك، الاوجه ديت اتفق عليها العلماء اذا كان القارئ طويل النفس واراد ان يصل فيصل.
طب قصير النفس خالص يقطع الثلاثة. طب نفسه وسط، لا هو طويل قوي ولو نفسه قصير قوي، يعمل ايه يا عم الشيخ؟ يبقى يا اما يصل الاول بالثاني ويقطع الثالث، يا اما يقطع الاول ويصل الثاني بالايه؟ بالثالث. طب عند سورة براءة، وانا خلاص قربت اختم عشان اخد صلاة حضراتكم باذن الله تعالى، اختم الفقرة ديت يعني. طيب لو انا هبدا براءة، انا ما عنديش بسملة، عندي اتنين بس. البسملة بما احنا قلنا بسملة، البسملة مش في براءة، مفيش بسم الله الرحمن الرحيم في براءة. ينفع نبدا بيها بعد كده؟ هنتكلم فيها لما نوصل للبسمله. لكن انا بتكلم دلوقتي في السعاده، عندي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءه من الله. طيب اعمل ايه؟ ليا وجهين بس، وصل الجميع وقطع الجميع، يا اما اصل للسعاده ببراءه يا اما اقطع للسعاده عن براءه. اقراها كذا: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءه من الله ورسوله، او أصل الجميع أقطع الجميع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة. خلاص كده أنا كده انتهيت بفضل الله تعالى من الاستعاذة. ده في سؤال ممكن يعني يدور في أذهان بعض مشاهدينا الكرام، حد هيسألني هيقول لي طيب لو أنا هبدأ من وسط الصورة أعمل إيه؟ ما عنديش بسملة برضو. طيب حضرتك دلوقتي لو هتبدا من وسط الصوره، اولا الاستعاذه احنا اتكلمنا فيها ان فيها خلاف، وراي الجمهور انها مندوبه مستحبه عند البدء بالقراءه، وراي بعض العلماء وهو راي معتبر، وراي طبعا الجمهور للتخفيف معتبر، لان الايه في سوره النحل في قوله تعالى مخاطبا رب العزه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا قرات القران فاستعذ، امر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هنبدا بالاستعاذه، وهنبدا العلماء قالوا لا تبدأ بالاستعاذة وبعدها آية فيها اسم الله أو ضمير عائد على الله. معايا اتصال؟ يعني معايا آية فيها اسم الله، يعني هبدأ أقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو، مثلا في 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 سورة آل عمران بداية آل عمران، أو خلينا في آية الكرسي. تمام؟ طيب ولا أبدأ بضمير عائد على الله، أصل السعادة به على طول مباشرة. خلاص اتفقنا؟ معايا اتصال؟ حفصة، أم حفصة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخ أشرف، ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب. وفيكم الله بارك، رفع الله قدركم في الدارين. ربنا يبارك لك، أقرأ من أين إن شاء الله؟ من الآية 101 إن شاء الله. ولما جاءهم رسول من عند الله. لا 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 قبليها. بصي بصي نعم؟ بصي ام حفصه، الايه رقم الايه رقم 101 ده اللي هو في اخر الايه مش في اولها. معلش. يعني ايه ليلى قبليها؟ ولما جاءهم. حاضر. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. خد بالك قلت يعلمون. أم حفصة. ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ده خدي بالك ام حفصه، ام حفصه نعم ام حفصه الله يكرمك، ركزي معايا واسمعيني وانت بتقراي. ما هوش السحر، احنا لسه كنا بنعلق على ان السحر اذا وقفنا عليها في القران كل كلمه سحر ها نقف عليها بترقيق الراء. السحر. حاضر. يعلمون الناس السحر. السحر. انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون. رغم شداد الكسر. ما يفرقون. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بارك الله فيك ام حفصه، بارك الله فيك، اقراءتك جيده ما شاء الله عليكي، ربنا يبارك فيكي. بس بلاش ولا ب ب بئس ولا بئس ولا بئس ما، ماشي ما شاء الله عليكي. بلال معانا، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا بلال، عامل ايه؟ الحمد لله. تقرا معانا ان شاء الله؟ ان شاء الله. ابدا. من اول ولم يجاءهم. ولو انهم امنوا واتقوا طيب لمثوبة. ماشي يا شيخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو انهم امنوا واتقوا. ما توصل. طب يا شيخ بلال نفسك قصير ولا ايه؟ طيب حاضر شيخ. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا ايها الذين امنوا لا خد بالك الهمزة يا بلال. تقولوا نعم آمنوا شيخ. آمنوا آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم، أن ينزل عليكم ينزل عليكم. ينزل عليكم أيوه ينزل عليكم من خير من ربكم. ما تجريش. والله حاضر شيخ. ينزل عليكم من لا خير لا لا لا، من ينزل ينزل أي ينزل عليكم من خير من ربكم. أي ينزل منزل، عليكم خد بالك. ينزل ماشي يا شيخ. أي ينزل أيوه جميل. عليكم من خير من خير من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انت عندك كام سنة يا بلال؟ 10 سنين. ما شاء الله عليك، انت اول مرة تقرأ معانا على الـ على الـ على الهوا صح؟ ايوه. ما عشان كده عندك قلق، انا حاسس ان في قلق اصلا. يعني انت جميل جدا نعم؟ وقراءتك ممتازة، بس بتقطع بس في القراءة، وده مع الوقت ان شاء الله وقراءتك معانا ان شاء الله انا متأكد ان قراءتك ممتازة، لان واضح من القراءة انك عندك معرفة بالاحكام وكمان حروفك كويسة جدا. ربنا يبارك فيك يا بلال وفي من علمك القرآن. احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ اشرف؟ اهلا بيك شيخ احمد. الحمد لله يا شيخ، والله الله يبارك فيك. والله شيخ الله يحفظك حبيبي، ربنا يرفع قدرك. من بداية الورد ابدا ان شاء الله. شيخ معلش عشان انا مش متابع مع على التلفزيون والله. ايه ابدا منين لو سمحت؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم على بص رسول حاج احمد اتفضل شيخ. ولما ميم عليها شده غن على طول، نون عليها شده غن على طول. ايوه تمام ماشي يا شيخ. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. خد بالك ما تقولش وراء، كأن وراء ظهورهم. وراء ظهورهم كأنهم لا عندي غنة مش نون عليها شدة يعلمون. غن. كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، استجابتك طيبة، ربنا يبارك فيك يا أستاذ أحمد، وتابعنا وتواصل معنا إن شاء الله. ناخد نور معانا، وممكن ناخد اتصال بعديها كمان إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أقرأ من سورة الرحمن. أنا أقرأ سورة الرحمن. هتقرأي من سورة الرحمن، هتقرأي من سورة الرحمن؟ اقرأي من سورة الرحمن. الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان 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 والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. بارك الله فيك. والسماء رفعها ووضع الميزان. بارك الله فيك يا نور. مش عارف هو نور ولا الاسم بيمشي الاثنين يعني معنى مين، بس ياخد بالك. والسماء رفعها. محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، ازيك ازيك يا محمد؟ نعم ازيك؟ الحمد لله كويس ولا كويس؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ عندي 9. أنا هقرأ الفاتحة. ما شاء الله عليك. طب اقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك يا محمد، ربنا يحفظك. معانا وقت ولا الوقت انتهى؟ طيب لو في اتصال تاني ممكن اخد اتصال قبل ما اشوف، احاول اوصل للصفحة ان شاء الله. لو عندنا معلش عندنا نت فيه مشكلة في على الهوا، فانا بحاول كده ان شاء الله. طيب ناخد يوسف عشان برضو النت بيفتح بصعوبة. يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا يوسف؟ الله يسلمك. ها، كم سنة يا يوسف؟ 11. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. ها، كم تحفظ من القرآن؟ قصدي جزئين. ايه؟ جزئين جزئين. جزئين؟ من نعم. يعني جزء عام متبارك؟ جزء عامة وجزء من جزئين ونص من البقرة. وجزء من البقرة؟ يعني أنت معانا في نعم. الورد بتاع اليوم. ما كان لو سمحت. إحنا في الآية، ابدأ بقى من الآية 102 إن شاء الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما منهما ما يفرق بين ما ي... المرء لا فيتعلمون منهما ما يفرقون به. بين المرء وزوجه وما هم بضع وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما لا يتعلمون وما يعلمون وما ويتعلمون. انت بتسمع بقى. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ممتاز. ولقد نعم. علموا. ولقد علموا لمن اشترى ما له لمن اشتراه ما له في الآخرة.
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا ما شروا به ولبئس ما شروا به ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. بس ما تقولش ولا بئس، ولا بئس ما شروا على طول. ما شاء الله عليك، انت ممتاز 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 يا يوسف، ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك ويحفظك يعني. بس جزئين قليل قوي يعني، قراءتك كويسه، حاول تزود بقى ان شاء الله في الكم كده باذن الله تعالى وتواصل معنا. الحلقه خلصت، ويعني ان شاء الله نحاول نعرض للرسائل في حلقه قادمه باذن الله تعالى، ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء، لقانا بحضراتكم. بشكر في نهايه الحلقه كل من اتصل علينا، خاصة الأطفال الجمال اللي اتصلوا علينا، وكل من حاول اتصل لما يصل علينا، وكل من شاهد هذه الحلقة، وتحياتي وتحيات مخرجنا الجميل عمر محمود وفريق العمل معه. ألتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء غدا في 8:15 مساء. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهدي الأرواح، يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح، يشفي الأتراح، هذا القرآن ويحيي.